وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهلها البنة. بخير، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال. ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله كل عام والامه الاسلاميه كلها حيه بالف خير. اليوم نحتفلوا بالراس العام الهجري 1440. ان شاء الله يا ربي ينعاد علينا العباد الكل بامن وامان، وان شاء الله يا ربي السلم يعم البلدان العربيه والعالميه والاسلاميه الكل. نحب نقول صباح الخير لدغا. صباح الخير وصباح النور. حتى انا نحب نقول للناس يسمعوا فينا ان شاء الله عامكم مبروك، يتعدى لكم بالخير والصحه يا ربي، على ديال توينس الكل يتعدى نهار باهي برشا. وي سورتو اليوم كسكسي عاد بالقديد. انا قلت باهي برشا لخصت بها الكسكسي بالقديد. صباح الخير كوتش ايمان. صباح الخير، كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك يا منى. كيف نقولوا كسكسي بالقديد؟ نقولوا شاف ايوب وشاف فتحي هكا ولا؟ قصي بالقديد ما سمع علينا معناها انا. دونك مرحبا بكم ساده المشاهدين الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير والامه الاسلاميه قاطبه ان شاء الله. كما قالت فاطمه، راس العام الهجري متسمي على القصي بالقديد. احنا اليوم ما نسيناكمش في عاداتنا وعادات الجدود نتاعنا باش نعملوا قصي بالقديد. اخترت الكسكسي الجيد من عند ورده حاضر باش نجموا تعملوا الكسكسي هذايا، نجموا تعملوا الكسكسي نتاع القمح الكامل اللي عنده مشكله في يحب يعمل ريجيم وكل شيء، ومعاه خضره يولي الطبق نتاعكم متوازن. ما ننسوش الفول اللي هو مكون اساسي في الكسكسي نتاع راس السنه الهجريه. ثم وكل بلاد وعاداتها، احنا زاده في مع هذايا باش نعملوا اطباق اخرى اكيد سلطه اللي هي باش ترافق الطبق الرئيسي وتساعدنا على الهضم نتاعو. لكن ما ننسوش زاده الحلو، الحلو فيه انا نشوف في الغله معناها هنا اليوم امورنا واضحه. امورنا واضحه. اليوم باش نعمل لكم عسلامة ساعة الناس الكل، صباح الخير وان شاء الله عامكم مبروك. واليوم باش نعمل لكم خبزة متاع السميد بالغلة، وهي سهلة برشا. انا اخترت السميد جويد وردة، وباش نعملها نحطوا فيها شوية كراميل ملوطة، نحطوا فوقها الغلة، وتو نوريكم بالشوية بشوية. بالطبيعة ما ننساوش فيها عظام مليحة وفيها فاني سمارتشيف، هذوك حاجات ما نستغناش عليهم. وتو تشوفوا إيتاب باغ إيتاب كيفاش تجيكم خبزة بنينة برشا وخفيفة. بالطبيعة ملي باش نبداها نبدا نطيب فيها، نعطيكم الغوسيت نتاعها، نعطيكم النوعية معناها كيفاش ليزيتاب نتاع ترتيبها، وسهلة وبنينة. دونك خبزة السميد هذيا بالغلة، نجم نبدل أنا أخوك بحاجات أخرى أكيد. أي دونك الاختيار حر لكم سادة المشاهدين. نرجعوا لأختنا فاطمة نحكيو على أنا قبل ما ترجع لي، فما حاجة نشوف فيها مزينة الكوجينة جديدة يا أيوب. ما خلينا عاد ما تحرقناش المرح. أتقول أنت. احنا تعرف ديما نختاروا المنتج الباهي الموجود في السوق، المنتوجات الممتازة اللي على راسهم عندنا سفير اللي اليوم ينورنا وينور كوجينتنا. رجع لنا سفير، دونك مرحبا بي، وان شاء الله نقدم لكم به وصفات متعدده وكبيره. وكما نقول لكم راهو سر البنة في الكوجينه نتاعكم انكم تختاروا منتوج ممتاز كيما مليحه ووردة وسفير اللي ينوروا كوجينتنا. سمارت شيف اكيد. سمارت شيف انا مع فتحيه هذيك باش نخلي لها دورها تحكي عليها اكثر، لانها هي تقنع اكثر خاطر اختصاصها. تعرف انا جو سوي ريغالي المره الاخرى بالسلعه بتاع سفير، معناها عملت بها ملح وحلو وزيت دخلته في لي كومبوزيسيون نتاع الحلو. في الخبز عملت انواع خبز بالطماطم شريحه بالطماطم كونكاسي اسنه، زاد باش نعمل قدره ربي خبز جديد تعلمته بالطماطم الطماطم هذيك الكونكاسي، نصفيها ونرحيها ونعمل جنبها خبز راهو من ابن ما ذوقه مع شويه زيت زيتون مع سفير. فما كل مره فما ديما جديد، ديما فما جديد وديما فما بديل. ميرسي بوكو لي شيف. انا اليوم مع الكوتش امونه. اليوم باش نحكيو على السبور، السبور اللي هو ما تقدهوش باهي للعباد الكل، مشكل اللي يحب يمشي يعمل اونترينمون برك، معناتها مش اللي يحب يمشي يعمل مشكلة ولا اضعاف ولا يسمينا. اكزاكتومون. الحاجه الباهيه توا اللي
معناها ثقافة الرياضة في تونس بدأت تنتشر، على خاطر قبل كانوا الناس جس اللي تحس عندها ميزان زايد تحب تمشي تولي تعمل سبور وتقع عندها كل موتيفاسيون، لكن في الحقيقة وقت اللي أنت جس تحب تهبط في الميزان راهو العبد ما يداومش، تلقاها قايدة في سبور ولا تلقاه قايد في سبور بعد جمعتين ثلاثة، حتى كان عنده اشتراك ثلاثة شهر أربعة شهر ما يداومش. وقت اللي نفهموا احنا وبدات العقليه هذيه تترسخ عند التوانسه اللي الرياضه ماهيش بركه على خاطرني انا نحب النقص في الميزان اكزاكتومون، مش بركه خاطرنا، على خاطر هي صحتك وانت صغير، صحتك وانت في طنبك الشباب، صحتك وانت في الكهوله، وخاصه وقت اللي توصل لعمر الشيخوخه. هي تو لو يحكيو على كاليتي مش دوري اكزاكتومون، كاليتي كيفاش باش تكمل بالضبط. اكزاكتومون، يعني انت وقت اللي تكمل ونشوفوا عباد وسور يوتيوب تنجموا تشوفوا عباد معناها عمرهم 190 سنه يجريوا ويعملوا في ارقام قياسيه، هذايا اللي غراسو سبور. وما بداش وقتها، بدا من قبل، بدا من اللي هما صغار. فوالا، والله فما ناس اكتشفوا سبور حتى في الخمسينات وستين سنه، لكن الحاجه الباهيه اللي في سبور وفي البدن اللي يجاوبك البدن، معناها ما فماش عمر، مش على خاطرني انا وصلت 40 سنه ولا 50 سنه نقول لي سي فات عليا العمر، والا عندي مرض معين نقول انا لا المرض هذا مش باش يخليني نعمل سبور. والدليل على ذلك ايمان، كي تمشي مثلا مريض بالسكر ولا عندك تونسيون ولا عندك القلب ولا حاجه، الطبيب ديما ينصح انك تعمل اكتيفيتي هكا سبورتيف باش ينجم بدنك ولا حتى السكر يطيح مثلا. حاجه باهيه حد ما على حكايه العمر ولا حكايه الامراض، مش تقول انا مريض ما نعملش سبور. في فرنسا تويكا ولات معناها المشروع معناها يدرسوا فيه جديا باش تولي سيت اون اوردونونس ميديكال، يعني تمشي للطبيب يعطيك اون اوردونونس تمشي تعمل سبور، على خاطر احنا تويكا حتى باغ اكزومبل في اقصى الامراض واعطى الامراض اللي هو عافانا وعافاكم الله السرطان، منصوح جدا وقت اللي انت تعمل في التريتمون نتاعك انه انت تعمل سبور. في السكر وخاصه في التيب 2 وقت اللي تعمل سبور اذا تريقل الماكله نتاعك وتحافظ على الرياضه تنجم تبرع. اي اما كاريمون معناها في الجهتين، في الجهه البدنيه والجهه النفسيه. اكزاكتومون، خاطر هي توا جبدت مثلا مرض السرطان عافانا وعافاكم الله وربي يشفي كل حد مريض، معناها هو نفسي اكثر من الدواء نتاعو نفسي، دونك كيف يقولوا سبور معناها حاجه نفسيه كما انت حاجه نفسيه تحكي. واحد ساعات يبدا بدنه مريقل وما عندوش امراض، اما يمشي يعمل سبور اللي يعمل ديفول ما والا باش يتفرهد. وهذا علميا مثبت، راهو دراسات اثبتت هو كي تتفرهد شو معناها انت قاعد تتفرهد، المخ نتاعك يخرج الاندورفين، يخرج السيروتونين، يخرج فما مواد هرمونات السعاده، هذوكم مثبت علميا ان وقت اللي تعمل سبور خاصه كي تعمل سبور انت تحبه. هذاك علاش ديما ننصحوا العباد ما تعملش حاجه يعمل فيها غيرك خاطر هو يعمل هكاك انت تعمل، لازمك تعمل برشا حاجات، نجم تلقى روحك انت تحب الجري، تلقى روحك تحب الحاجات الرياضات المائيه، تحب الدانس، تحب باغ اكزومبل الهدوء، تحب اليوغا، تحب، يسمك تختار الحاجة اللي كي تو في فريمون بليزير، مش وقت اللي أنت تعمل تحس اللي أنت ديجا كرفي، يعني أنت ديجا حياتنا كلها ستريس، معناها ومسؤوليات، نحب ولا نكره، خدمة، قراية، أولاد، سيركولاسيون، دونك السبور يلزمو يكون أن ديفولمون، أن بليزير، تختار حاجة اللي تعاونك أنه وقت اللي تكمل الكور نتاعك تحسك الفرحه، تحسك الكالم، مش وقت اللي تكمل الكوخ تروح لدارك انا كنت نعمل في ساعه سبور انا تاعب انا فاشل ليه ما بالعكس نتصور فيهم اكزاكتومون. يلزمنا معناها انا اذا عندي نصيحه نجم نقولها هو انه انت تختار السبور اللي تحبه، وتويك عندنا معناها في تونس سيريوزمون وفي بيبي جيم زاد عندنا نقدموا انواع كبيره نتاع معناها اي انسان ينجم يجرب لي كور اللي موجودين الكل ويحاول يلقى الحاجه اللي تفرهدو واللي اللي احنا نشوفوه معاك تويك ينجم يعملوا اي حد مريض صغير. اكزاكتومون، اليوم اخترت حاجه الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم مشاكل في الجنو، مشاكل عندهم في الظهر، عندهم اي امراض معناها ما ينجموش ينقزوا، دونك لي موفمون هذوما ينجم يعملهم بيان سور. هو باش يجي للجيم يلزم الطبيب قال له انه هو تنجم تمشي تعمل سبور، ما بعثوش للكيني دونك بعثوا للجيم. ودو توت فاسون احنا معناها ديما كي يجيونا عباد نشوفوهم معناها نشوفوا اكزاكتومون الهيستوريك نتاعهم، والكوتش معناها كان فما حاجه نقولوا لهم لا هذا ماذا بيك تنقص، مي اون جينيرال تويكا لي موفمون اللي احنا اخترناهم تقريبا نجمو نقولوا 75% ينجموا الناس الكل يعملوا. باهي نشوفوا معكم هنا. اوكي عايشه. عايشه. معك الكوتش. معايا خليل. خليل.
sur septage 1, 2, 3, 4. Un peu plus en bas. 3, 4, talon. Top, bravo. Genou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vers l'arrière. Top. 3, 4, 5, ça va, 6, 7, 8, l'autre genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, let's go. 1, 2, très bien, très bien. Encore une fois. Et on va faire des squats. Down. Up. Bravo. Bien. On respire. Nous, ma cadine, nous sommes. Mais, on va mâcher les genoux. Donc, nous sommes à l'aise. Yes. Ça va, ça va? Oh yeah, oh yeah. Donc, encore. 3, 2, une dernière, même chi. 1, 2, encore. Et là, je squat. Down, up, down, up. Allez, une dernière. Up, squat, punch. On bouge, René, on bouge. Bouge. René, sable. Et on bouge la taille. La taille, Khali, la taille, la taille. La ktef. C'est ça. Nous les abdos. Hop, quelle mohne. Femme. Haja haka un tube. Nous tout faire à l'aide mestoya. Hop. Et on bouge pas. René, sable. Mentre bouge. Juste la taille. Sable. C'est ça. Aqua, aqua. Bravo. 4. 3. 2. La flouta. Encore. Plus fort, plus fort. Mal musica. 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Are you the tiger? Down. 1, 2, 3, 4. I enjoy, I enjoy. Top. Drop. 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 Oh yes, oh yes. Nam Shoya. Kickboxing, on peut le faire, même si on a des problèmes. Allez, rip. Hey. رجع الكود هنا الضربة تمشي من الأكتاف هوب يس انتور 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 علي علي اون ريسبير هوب 4 كال بال ميوزيك تخوا دو ابر 4 دبل 1 2 1 تو نهبط نهبط ما تخاف جسمك تهبط هب هب ما تبعدش الكود الكود ديما قريب هب هب اكتيف نمشيو معاك هي دبل دبل خليك فوالا هب ستوب بوب جو اونكور اونكور نرجع جاب كروب جاب اويا 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 كل انرجي Go! Oye, oye! Le clap, c'est du mat marsou. Les abdos bien contractés. Double! Uppercut! Hey! Ouh! Nahbet, nahbet! Quand il y a un petit point sur l'os, mon badge, le pointé, hop! Point de pied, c'est très bien, c'est très bien. Hop! On a un talon. Ça va, ça va. Arba. Allez, là. Oye, oye. 3, 2, vers l'arrière. Triceps. Encore, encore. Les pouces vers le haut, les pouces. Les bonnes faces. Bravo. Bravo. Et à toi comme ça.
ميرسي يا كوتش ايمان وكوتش خليل يعطيكم الصحه. احنا نرجو بعد لي دو شيف نشوفوا ايش عندهم. دونك فاطمه مرحبا بكم. كما قلنا اليوم الخبزه باش تكون بالسميد، اخترنا سميد ورده وخبزه سميد بالغله. خذيت سميد ورده الارطب على خاطر الخشن نتاعو باهي. توا باش نخدم الكراميل اللي باش نعمل به، فما اسلوب نخدمه به الكراميل. يلزم نحطوا السكر بشويه في قاع القلايه وهي سخونه على 3 ولا 4 مرات، هو ما يلزمش ياسر سكر، وحده يعمل الكراميل بلون، ما نحطولوش لا مالح حتى شيء. لو فات اللي باش يطيب معناها كراميل ساك يتسمى، معناها شايح، لكن السكر ما فيه لوميديتي يسيب الماء نتاعو واحد واحد وغزل وقعد يولي كراميل. ديجا ما يلزمش لا تحركوه لا تمسوه، هو هذا يولي كراميل ونزيد فوقه شويه سكر، هو يذوب وانا نزيد سكر حتى لين نوصل نكمل 100 غرام نتاعي. ريتو كيفاش يكراميليز، ويلزم لونه ما يكونش غامق ياسر باش فوالا يلزم يكون دوغي على خاطر مع الخبزه باش يعاود يطيب، ما نحبوش يولي مر فوالا. هذاك علاش هاكا اغزر له كيفاش ذاب الكل. تو باش نزيد شويه فوقه، هو يذوب وانتم ما تزيدوا، معناها من الاول ما تحطوش الكل راهو يولي احرش ما غير ما يطلع كراميل. باهي من بعد فاطمه انا اونتروتون حضرت 200 غرام سكر، نحطهم فوق إترا حليب ونحط عليهم 3 فاني سمارت شيف بالطبيعة، حطيتهم يغليو. وتوا باش نحط السميد متاعي ونطيب السميد في الحليب والسكر والسكر فاني ما غير ما معناها نعصدو. يلزم الخبزة تبرد باش نجم نزيدها العظم. نعطيك المكونات نتاعها، فوالا نعطيك المكونات نتاعها. فيها 100 غرام سكر يولي كراميل كيما تشوفوا فيه توا، إترا حليب، 200 غرام سكر للحليب، 3 باكوات سكر فاني سمارت شيف، معاها 200 غرام سميد وردة جويد، ونزيدهم من بعد 4 عظم مليحة، 4 عظم كاملين، لكن ما تحطوا العظم لما يبرد الحليب، معناها البات اللي باش نعصدها. يعطيك الصحة. دونك هذه خبزة الغلة اللي باش تكون بسميد الوردة، اختارت السميد الجيد أختنا فتحية. أنا باش نحضر اليوم كسكسي باش يكون هو كسكسي رسم عام على السنة الهجرية. الطريقة ياسر سهلة، دونك درة ركز معايا عايشة باش تتعلم. قلبي ومخي معاك. دونك باش ناخذ انا زيت سيليكسيون من عند سفير، اخترت الزيت هذايا بتاع كعب الزيتون اللي تكون طايبه شويه باش نعملوا به الكسكسي بتاعنا، الصوص بتاع الكسكسي. دونك نصبوا شويه ما كثروش خاطر الجراس اللي في القديد حتى هو باش يولي زيت من بعد. دونك هكا نشعل النار بتاعي ونتوكل على ربي، نبدا نحضر الصوص اللي باش يفور فوق منها الكسكسي وياخذ منها الرائحه تو دابور، ومن بعد نكملوا نسقيو به الكسكسي نتاعنا. دونك شنو ناخذ؟ باش ناخذ رؤوس بصل انا كاملين كيف ما هما، مانيش نقصهم، حاجتي بهم بعد حتى في الزينه باش يكونوا كاملين فوق الكسكسي نتاعنا. باش ناخذ القديد يلزمو يتقلى من الاول. القديد نعطيكم استيس، فما برشا يستعملوا القديد يقول لك رنخوا في الماء باش يتنحى الملح نتاعو ترى شنو، ومن بعد حطوا. انا نقول لكم حكايه، القديد لا رنخوا في الماء لا نزيدوا حتى حاجه، نستعملوا كيف ما هو باش نحافظ على الطعمه نتاعو والبنه نتاعو، لكن نحطش معاه ملح، نخلي الصوص نتاعي تغلي في الاخر كي باش تطيب الصوص نذوق، كان ناقصه ملح نعدلها، لكن ماهيش باش تجيكم زايده. هذه من باب المستحيل انه تجيكم زايده ملح الصوص نتاعكم من معناه من جراء القديد. من الاول حط القديد نتاعك مباشره من غير ما تغسل من غير حتى شيء. دونك كيف ما هو هكا يتقلى يسيب الرائحه نتاعو في زيت الزيتونه باش يعطيكم بنه كبيره للكسكسي. دونك نزيد معاهم هنا الفحات نتاعي شنو، انا اخترت زيت دونك كيف ما قلت لكم حطيت زيت زيتونه من عند سفير، باش نزيد عليه طماطم كيف طماط كونكاسي من عند سفير. الطماطم هذيا باش تكون هي الاساس نتاع الصوص نتاعي، اخترت طماطم كونكاسي المفوحه بالثوم عادي ماهيش قويه برشا، معناها الثوم فيها ماهوش ياثر لكم على طعم الكسكسي. هذايا الكل باش يتقلى مع بعضه، نزيد عليه فلفل زينه محرحر شويه اللي يحب يعمل فلفل حلو ولا مخلط باش ما يجيش حار. دونك هنا الاختيار ليكم. باش نزيد عليهم شويه هريسه دياري كيف من عند سفير، اخترت الهريسه هذه لانها نظيفه اون بالي كما قلت لكم، انا ديما نختار منتوج ممتاز ليا وللساده المشاهدين. دونك ان شاء الله تعجبكم الوصفه. نحط الهريسه دياري
اللي هي بالفلفل الشمسي ياسر بنينه باش تكون في قلب الصوص نتاعي. نزيد عليها شويه تابل كرويه. ثم برشا يقول لك مع القديد انا ما نستعملش تابل كرويه، انا نستعمل وننصحكم جربوه بالحق، يعطي طعمه بنينه برشا، سواء الجاري سواء الكسي اللي تعملوه بالقديد، سواء المقرونه الجاريه تعملوها بالقديد، سواء الحلال مزاد ياسر بنينه بالقديد. دونك ان شاء الله كيف ما قلت لكم جربوا لي زاستيوس اللي نعطيهم لكم وتعجبكم اكيد. دونك توا نزيدوا عليهم شيشه ملح ما كثرش، شيشه بركه في الاول ما نحبش الماكله نتاعي تجي مسوس. وكيف ما قلت لكم في الاخر تعدلوا الملح. نزيد الحمص هنا، نخليهم هذوما الكل يتقلاو مع بعضهم شويه، كي تخرج رائحتهم ما خليش الزيت يسخن برشا دونك باش يبقى ديما القيمه الغذائيه نتاعهم تبقى موجوده. نزيد عليهم الماء دوبلا يسخنوا هكا وريحتهم تخرج، نزيد الماء نتاع كميه الماء اللي تكفيني باش طيب القديد وباش يفور عليها الكسكسي مرتين، ومن بعد نسقي بها الكسكسي نتاعي. توا باش نحضر اخترت كما قلت لكم كسكسي ورده انا جيد، باش نحط له شيشه كركم، باش نحط له شويه زيت سيليكسيون من عند سفير، مانيش باش نحط في قلبه الملح كما قلت لكم، نحب من بعد الوصفه تجيني معدله ملحه خاطر استعملنا فيها القديد. دونك هذايا الكل نحركوا مع بعض، ومن بعد باش نزيدوا ماء نكسكسوا ونحطوا يفور تفويره الاولى، من بعد نعاود نفوروا التفويره الثانيه في الوسط، نمرقوا بشويه مرقه، ما نمرقوش بالماء باش ما يجينيش مصط شويه الكسكسي نتاعي، نمرقوا بالمرقه وهكا نخليه يكمل يطيب التفويره الثانيه في الوسط. ما ننساش نحط كان عندي بطاطا والا قرع والا الحاجه اللي تحبوا عليها انتم. انا البطاطا ما استعملهاش برشا مع الكسكسي على خاطر زوز نشويات يولي عندي برشا سكر في البلا نتاعي يولي ماهوش متوازن. دونك بعد شويه نشوفوا مع بعضنا وين وصلت حكايه الكسكسي وشنو هي السلطه اللي باش تكون معاه اخترناها لكم لنهار اليوم. ميرسي بوكو لي دو شيف. احنا نخليو النساء يقوموا للكوجينه باش يبداو يحضروا اللي قلنا لها عليه، اللي تحب تمشي العطار زاده باش فيش تقضي ولا فاتوما. حاجه تعجبني تونس بلاد صغيره اما فيها فاريتي كبيره نتاع تطيب كسكسي. مثلا فما بلايص ما يطيبوش بالبصل نهار راس العام، وفما شكون يعملوه ابيض معناها فما شكون يحط فوق منه الحلوى ويحط منه الزبيب ما شاء الله. معناها اليوم باش تشوف الانواع الكل نتاع الكسكس. كل عام هما حيين بخير العباد الكل، يا ربي العباد الكل ان شاء الله كلنا حيين بخير فرحانين، وكل عام والامه الاسلاميه كما قلت حيه بالف خير. احنا نحتفل اليوم نعاود نذكر براس السنه الهجريه 1440 هجري. احنا كما قلت لك نخليو النساء يمشيو يقوموا يحضروا يشريوا السفير وسمارت شيف وورده ومليحه بيان سور. ونمشيو نشوفوا الروبورتاج الخاص بزميلتنا منيا الحرزي صار كيما اليوم ونرجع. عسلامة ومرحبا بكم في صار كيما اليوم 11 سبتمبر. في نهار 11 سبتمبر من عام 1926 بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، وفي نفس النهار من عام 1930 بركان سترومبولي بجزيرة صقلية يثور وتسر الحمام متاعو لزوز أطنان، وكانت هذه أكثر ثورات وتدمير على امتداد تاريخه. في عام 1931 الإيطاليين يلقوا القبض على المجاهد الليبي عمر المختار الملقب بأسد الصحراء وهو مصاب. في نفس النهار من عام 1950 الأمريكية فلورانس تشاوديك تولي أول امرأة في العالم تعبر بحر المانش. في نهار زاد 11 سبتمبر من عام 1966 ولادة الفنان العراقي كاظم الساهر. إن الرجال فوارس لكنما لا سلطة تعلو على النسوان. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل مره اخرى في الماتينال، ونقول صباح الخير مدام منيا غزايله اخصائيه التجميل. مرحبا بك مدام. صباح الخير، نهاركم جديد. مرحبا بالناس الكل. دور عرفنا عاد معايا اليوم الاسيستانت اللي هي اميمه. مرحبا مدام وعندها بتي غارسون يهب ربي يفضلو عايشك. دونك جبتها جوست احنا اليوم باش نوريو اللي هالديفو اللي ثم بون هي دو ناتور، اما راهو هذايا ينجم دور هكا ينجم يطلع يولي هكايا بالمنتوج الطبيعي هذا. تولي تكحر لك راهو في الصوت. خلت تكحر لي ما يصيرش. تعمل لك تقول راني مش باش نخلص تعمل لك عاقل عندي بنيات الحمد لله يا ربي، ربي عطانا على قد قلبنا في الصوت. زوز بنيات هي وغفران نحييهم برشا، ورجال اللي شاد المرض لا تتغش علينا هذيك نعيطوا لها الغوله. اما يهبلوا بناتي ثلاثه يهبلوا. ما
باش نهزوا الحاجب، احنا باش نهزوا الحاجب. عندنا الاسكارغو اللي فيه كما قلنا سيغ دي غابل، فيه العنبر، فيه الاسكارغو، فيه البودغ دو بيغل، البودغ دو ديامون، هذايا البودغ دور اللي هو باش نعملوه معاه السيروم هذايا اللي هو فيه الاكستري دو جوجوبا، زيت الهندي، زيت لافوكا، الاكستري دو ريزان، فيه بلوزيور لويل، لويل دارغون اللي فيه نواة كوكو اللي هو يعاون مش البو تعمل شد، في وسطه زاد الكولاجين والبودغ دوغ. على فكره البرودوي نتاعنا الكل راهو فيه الكولاجين والبودغ دوغ. احنا والحريفه اللي تجي شنو اللي نجمو نعطيوها؟ يا نعطيوها اللي مع الاسكارغو، والا نعطيوها السيروم ومع هذايا اللي خرج توا اليوم هذا جديد جديد اللي هو فريشور، معناها ينجموا يعملوا به، ينظفوا به البو، ينجموا يعملوا فيكساتور. هذايا معمول بسيرو ديغابل وفيه بوكو دو بلانت اوسي، وفيه تي الازرق اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت بونتيكيه تحضروا البارح، دونك اليوم هاو جبناه مشي شوفوه اللي اكسيلون. تنجم تعملوا حتى كي تمكج وتعمل مكياج ترش به وجهك وتخرج يقعد. يقول قلبي كيفاش وقداش من مره نستعمل لي دو برودوي هذوك باش يتهز الحاج؟ لا انا تو باش تشوف ايميديات. وهذايا ديجا الدبوزه تشد، الحكه تشد 3 موا، هذا يشد 3 موا، وهذايا كيف كيف سي اش مره في النهار نقص مره اون سول فوا كله يتعمل اون سول فوا، هذا في الليل، خاطر في النهار عندنا اونتروتيان اوسي دو لابو اللي هو ثم ليكرون واقي شمسي يشد لابو ويغذيها ومنه اكل. برشا مرات تلقى زاده لي سيون يطلعوا هكا الفوق باش ما يقعدش الوجه طايح. دونك هذه احنا باش ناخذوا شويه منه هوني نحطوها هكا، حتى الكريم نتاعنا راهو ما يتخدموش هكا، هكا نحطوه ونخدموه هكا الفوق. ديجا اغسل الحاجب بدا يطلع، هكا نجمو نعملوه زيدا كي يبدا هي توا وجهها بلا بعد نجمو نطلعوه هكا نخرجوا لها خدودها مش يولي هكا الوجه توا تشوفوا لي في معناها ايميديا. والله راهو هكا جبتها على ديجا اغزر لا ديفيرونس ما بين العين هذه والعين هذه، ديجا تشوف سي فلاغرون. وهذا السيروم اللي هو معمول بالذهب باش نعاونو يتهز هكا، نزل على زروسك الدخلاني هوني راهو ثم مسيت ان بو سبيسيال نجمو نعملوهم حتى وحدنا كل يوم للوجه مش الوجه ما يقعدش طايح. وانت الكليون توريها كيف اي وكل كليون نوريوها احنا، هذاك علاش احنا ديما موجودين، واللي تشري من عندنا نوريوها كيفاش تستعمل المنتوج بوغ افوا ريزولتا ايميديات، خاطر احنا اي منتوج تشريه تقول لك هاو عمل لي شيء وهاو درا شنيا. دونك هذا كي يعطي ايفي هكا تشوف الحنك كيفاه هكايا تنفخ والحاجب كيفاش هكا تمشيش عاد انت انا نغيب وانت تبدا تحط في البرودوي لا فضلك معاها. دونك هذا اخزر لهم لحني كيفاه هذا قاعد طايح تضحك بس تقعد لها بالسونتر تعمل لا مسكينه عندها 6 اشهر تخدم ولا لمست نهار حاجه هاو لا بروف اللي جبتها لا لا تاخذ التريتمون تعمل لك هاو يقعد وجهها لاباس عليه. دونك اغزر الديفيرينس ما بين البارتي هذه والبارتي هذه هذايا معناها في ما تخليش المراه كيكا عاد تخليها تشتر بشتر نقول لك شو احنا في الخدمه نتاعنا فاطمه اون تو في، خاطر حتى كي تعمل انت تيستي مثلا ان برودوي من عندي انا عندنا لي تيستور كي تعطيه للكليون تبيع لها وتعطيها هكا تخزر لك باقي ثمك المونك دو كونفيونس توا فرد برودوي هذاك هو اللي عملته لي. دونك انا اللي تشري نعطيها نعمل لها من البرودوي نتاعها، خاطر تقول لي كيفاش هكا شنو اللي حاطه فيه؟ لا هذاك اللي عندك انت شنو اللي حاطه فيه؟ يا بنتي راهو فرد برودوي. لا وليت نعمل لها من المنتوج نتاعها هي اللي تشري بالكل شيء معناها هو وضع على عيني بعده يقعد هكاك شويه بعده هو هكا نعملوا رشه بالسيغو دي غابل والتي الازرق باش الوجه يقعد يشيح وحده. اغزر لي في على الاخر كيفاش ظهر كوتي بكوتي بالرسمه نقولك قالت لي مراك اليوم عملت لها ديما انا جو تيست جو تيست شيرا بركه، خاطر كي باش تعمل دو كوتي تقول لك تبدل فيا يا اخي انا وجهي هكا فهمت. دونك انا نعمل شيرا بركه
تقولي باش تخليني نقول لك هكا. وحتى كان ما تشريش كي تروح تلقى ديفيرينسا في وجه ترجع تشري. دونك ديما كونتون تيست سي ان سول كوتي باش يقعد الوجه لبس عليه. دونك هذايا نتاع لونتي غيد اللي وريناه معناها وشافوها سوك بلاس احنا وعدنا مش نعملو. ليكرون يتعمل في النهار هذا هذا يتعمل كيف كيف الكريم تاعنا ما يخدموش هكا اون تابوتون كل شيء اون تابوتون راه هو حتى هذا وحده راهو يعمل ليفي خاطرو فيه زاد الكولاجين يعمل ايفي كما نقولوا بوتوكس هكا زاد كيف كيف ويهز مي بلوس باش تلقى ريزولتا اكثر تاخذ القام الكل معناها ليسكاكو وهذا مع بعضهم اللي كي يبدا وجه بيان سور تاع دونك باهي. احنا عندنا تليفون كما يقولوا لي في الغجي شو الو صباح الخير. الو الو اهلا عسام مدام عسلام معاك يعيشك مدام. شكون معانا سامحني؟ منيره معاك. عسلام مدام منيره. مدام منيره استعملت البرودوي بيموغ نتاع مدام منيره زين شنو استعملت وليش؟ استعملت نتاع الصدفيه لولدي اي سويا زيس اي الوغ قداش وعطى مفعول الدواء؟ نعم قداش من مدة باش عطى ريزولتا باهية ولا لا قول لي؟ ما نسمعش فيك بالباهي. باهي قلت لك قداش من مدة باش استعملت دواء نتاع بيماغ للصدفية لولدك؟ عنده إيه قالت لي 8 شهور قالوا لي عنده توا محسوب برسك 6 شهور دخل في السادس. وسافا فما ريزولتا؟ اي صافا يديها يسمى تحسن شويه مازال في ساقيه الواحد صدفيه. فهمتك. وعنده في شعره مدام؟ نعم. وعنده في شعره صدفيه ولا لا؟ لا 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 كان في... يديها في المفاصل هنا في يديه وركبته زاد كيف كيف في الركبه. فوالا دونك الحمد لله اللي لقيت ريزولتا وانت وقتها جاتنا المدام اللي عندها ديزاني وهو ولدها يقاسي بالصدفيه. دونك احنا في نعطيو دي بلان تيمونيتير اللي هما يقويو المناعه اللي يلقاو ريزولتا غابيدمون وتتنحى يتخلصوا منها. بعد مرات ثم كي يقول لك عندي تبر يا قشره في شعري وعملت وشريت وحطيت وما تنحاتش الوغ كو هي هذيك صدفيه راهي اللي في جلده الراس. اون ايو زاد بوكو دو كا اللي نعطيو يا هذايا خلطه الهيت بلس هذايا والا نعطيو المورينغا ونعطيو الزيت هذايا اللي مخدوم زاد بسبيرولين ومخدوم بالمورينغا مخدوم بنوات كوكو فيه الصبار هذا زاد طيارة على الاخر باش يطر ياكل الجلده ويسيكاتريزي اكل البلايص خاطر بعض مرات تلمو يبداو يحكوا لين يجرحوهم. دونك وبعد البو ترجع على روحها بيسكو هو الكل من داخل دونك تتنحى ايميدياتمون. هذايا الريزولتا فيها الحمد لله. احنا ثم شكون اللي عنده ديبي 30 طون وتنحات له في سافيس هي راهي المورينغا ينجم كل واحد يعمل جوجل مورينغا يشوف لي فيم تاع المورينغا شنو تعمل تنحي فيها 360 فيتامين راهو شيء كبير اللي في وسطها. وشنو اللي تعملوا هذه خلطوها في الماء هذه توا راهو يا فاطمه لي زانفون اللي موجودين عندهم عافينا وعافيكم الله بلس حتى 6 شهور عنده البرص راهو توا. دونك الكل من كما تقول مريم نور صحتك هي غذائك كل مليح مش للصغار والكل ما يجيهمش. حطوه في الياغورت هو للصغار نقول لهم حطوه ربع مغرفه في ياغورت كل يوم مره وسينو يحطوه لهم في الماء سخون والا معناها في هكا حاجه يحبوها هما يخلطوها لهم في بسيسه في اي حاجه. ديما نقول لهم راهو امان واكلوا صغاركم بالكدا ايفيتي ياك الياغورت البدندونه من اللوطه الماكله اللي فيها البالم برشا حاجات اللي عندنا اتصال اخر. صباح الخير. الو صباح الخير. الو صباح الخير. عسلامة مدام. اهلا بيك. نتعرفوا عليك؟ نعم. مدام شو اسمك؟ هادي هادي بلكي. مرحبا بك يا مدام. مدام استعملت برودوي بيموغ مدام هاجر. شنو استعملت بالضبط؟ استعملت بتاع البريد. استعملت بتاع التنحيف. ايه. وليكرا. وضعفت ولا؟ لا الحمد لله يا ربي نتائج رائعة. هاي بيه هاي بيه. يعطيك الصحة مدام هاجر ميرسي. يعيشك مدام هاجر. هاجر قلت. هادية بتت. هادية مدام هادية.
عندك شي حاجه للسمع. دونك هي فرحانه برشا وحمد لله اللي ضعفت بالكدا، ضعفت بالعشبه اللي هي تنحي. اما كلمتني هي تحب على هذا خاطر قالت لي عندي قعد شويه شحم في الكرش، دونك تحب تكمل تتخلص منه. قلت لها اوكي سان بروبليم، معناها هذاك يكمل. نعاودوا نذكروا بها اللي ضعفك واي. نعم نعاودوا نذكروا كيفاش يستعملوه. هذايا يستعمل يا قبل الفطور والا قبل ولا بعد الفطور، كيف كيف. معناها اشطر المغرفه نتاع قهوه في كاس ماء يغلي، دوما يهز غلوه يصفيه ويشربوه قبل الفطور ولا بعد الفطور كيف كيف. معناها يستعمل كان مرتين في النهار. فطور الصباح يفو لو كونسيرفي، ما نجموش نحرقوا حتى شيء من الصباح خاطر هذا راهو ينحي الغيتونسيون دو ويحرق الدهون مع شرب ايترتين ماء في اليوم اجباري. بعد مرات راهو كما قالت خانسة تكلمت برشا مرات درة، انت شربت ايترتين ماء وقت استعملته؟ اترا ونص واكثر شويه. بصراحه قد ايه نحيت؟ نحيت برشا، ما حسبتش على العين وعلى وخذيت اون سول فوا. شنو؟ قالت لك على العين وقلت لها 5 كيلو. 5 كيلو استعملته من الخميس. طيب لا. دونك تشرب معاه ايترتين ماء حتى كان البدن راهو بعد مرات ما يجاوبش، يعمل بلوكاج. يعمل بلوكاج علاش؟ على خاطر تلمو انت عملت دي ريجيم والكل، بعد راهو حتى كان توفي لك العشبه وتلقى روحك اللي نقصت مش الميزان اللي حاجتك به، تكمل تشرب الماء وقتها يعاود الشحم يعطي الفيم نتاعو. او عندنا عين على المكان. عندنا عين. لا لا عندنا على مدام هيدي الوغ. شنو عندنا؟ تو برشا يقول لك التخلص من الشعر الابيض اللي جاتنا داير يظهر لي عندنا تيمونيا زاد على الشعر الابيض. يقول لك التخلص من كيفاش الشيب يتنحى وكيفاش الشيب يتنحى. هو سيتان ريجينيراتور كابيلير، مجدد خلايا. شعر البيضه تعمل النمو ترجع لونها الطبيعي، هي تولي معناها بيضه منيش من ثم نقص من الميلانين، نقص المناعه، نقص الاكل، وراهو الكوارث الكل لي تاش لي غيد كل شيء راهو من اللي ناكلو فيه. من اللي ناكلو فيه كونت اون مونج بيان راهو نقعدوا اون بون سونتي. بقول لهم راهو كالعدس المفور اللي برشا عباد ايوب حقرينو راهو اكسلون بور لا سونتي. باهي على التليفون سامحني. الو صباح الخير مدام جليلة معنا. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير. شنو حوالك؟ الو مرحبا مدام جليلة. مدام جليلة استعملت البرودوي بيماغ، شنو استعملت بالضبط؟ نعم استعملت البرودوي بيماغ، شنو استعملت بالضبط؟ استعملت البرودوي بيماغ الزيت نتاع الشعر الابيض. وعطى نتيجة ولا لا؟ عطى نتيجة بالطبيعة، من دامني أنا قاعدة ناخذ فيه ومواصلة معاه، عطى نتيجة، بعد أربع شهور بدا ينقص النتيجة نتاعو. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو مدام جليلة. يعطيك الصحة على الاتصال نتاعك، ميرسي على التيمونياج. دونك هذه في 4 موا، ألوغ كو أنا نعطي عام راهو على تريتمون، خاطر ماهوش سحر. يلزم الميلالين تشد بلاصتها، ويلزم احنا عامناه ولا فاطمه كانت تتذكر من ثم حريفه اللي تنحى لها في شهر، وانا بهت معناها بيدي ولا تحبوا. معناها عيطت لها قلت لها ترانشوف افكتيفمون، معناها في عوديه طلعوا غاسين بيض طلعوا غاسين كحل، ومعناها استعملته شهر بركه راهو اللي هو جوست ترش هكا. اي ترش هو كان ثم زيت وهذا. دونك انا من راني ديما نسهل على العباد، دونك ولات لوسيون دوب ما تغسل ترش به، حتى اذا كان شعرها يبدا معمول تكمل ترش به وتخلي شعرها هكاك. على فكره احنا عندنا سيغوم اللي بالوميغا نجم تعمله على لي بوانت، معناها تخليه الشعر يقعد لاباس عليه، يقعد ارتب من غير ما تقعد تجبد فيه ولا تكسر في راسها. دونك هذا يستعمل بوندون 8 اشهر وبعد عندها المناعه يلزم تاخذ نتاع المناعه. سينو نقولها راهو تشرب برشا بتراف معصور، الشماندر راهو حاجه خارق للعاده للبدن. على فكره راهو بوغ عافينو عافيك الله عافيكم الله للي كونسير، راهو تشربوا 41 يوم البتراف معصور جو يقتل لي سيلول كونسوغاز، معاه تزيدوا له شويه كلافز وزيدوا له 10 قرص، راهو اكسلون. مش معناها مش ترحيه في الميكسور، في السنتريفيجور ساك اللي تعصر تهبط الماء، نجم تزيدو سفناريا
نجم تزيدوا تفاح للصغار ثم لي فخوي الكل، كل مره تزيدوا ان فخوي ويقعدوا فيه. احنا رانا نشربوا فيه كل يوم، تصل لنا فيه اميمه ريحته ولا قريحته مو يخليك يعملك المناعه ويخليك ناشطه ويعملك. والله هو بنين تزيدوا بو احنا مازلنا ما جربناش، قالوا لنا بالبنان معناها بعد لا تعصر، بعد تعاود تعصروا في ترحيه في الميكسور وتزيدوا البنان، او البنان زاد فيه برشا مانيزيوم ويقعد فيه برشا حاجات اخرين، اما تتخم مع الماعون سنتريفيجوز وهذيك يولي برشا غسلين. هكا عملت لك حاجبك عاد اغسل الماعون. مسكينه والله خطيها. لا لا عندنا اللي تغسل الماعون عاد هي اسيستونت. لا لا كل واحد يخدم خدمته واحده، ما هي اللي تعصر لنا فيه الحقيقه بتعرف. عندها يديات ما شاء الله اميمه. باهي مادام ماناش عندنا خير. لهذا اللي موجود معناها المنتوج الكل نحب نقول لهم راهم جماعه الساحل وجماعه سوسه راهو نجموا نبعثوا لهم. عندنا كيفاش الطريقه اللي نبعثوا معناها اللي عجبوا المنتوج ولا اللي يحب على المنتوج نتاعنا رانا نبعثوا للواحد. ما نبعثش في حاله برك اللي عنده صدفيه واللي عنده البرس واللي عنده ثعلبه، هذول الثلاثه يلزمهم يجي ما نبعثوش. المره الاولى يلزم نعملوا له الفيشه نتاعو ويجي ونشوفوا عمره وميزانه وبرشا حاجات معناها وقتها باش نعطيوه تريتمون. وثم حاجات اللي انا ما تخوليش باش نعطيه المنتوج، قولوا يمشي للطبيب ويجيب لي ورقه اللي هو ينجم يستعمل يا مورينجا ولا هذا، بعد وقت انا نجم نعطيه التريتمون معناها مش بيوع هكا. في السونتر وين بالضبط موجودين سوسه وصفاقس نجموا نبعثون، الاخرين جابسوا مدين ان شاء الله بخشان ما سينو التليفونات 98 200 0 23 24 355 0 31 29 0 31 0 32 ولا 22 341 341. سامحني فاطمه احنا وعدنا بوصفه تاع الزايمر فيت في نعطيوها لهم. ياخذوا زبيب لكحل الزبيب الاسود ويقطصوه طروف وياخذوا مغرفه زنجبيل مرحي وياخذوا حبه السوداء اللي هي حبه البركه مرحيه، هذونا الكلهم يرحيوهم مع بعضهم يحطوهم في غيسيبيون معناها مع شويه عسل وياخذوا منه كل يوم مره في الصباح ومره في العشيه، يقوي الذاكره ويخليك ما عادش تنسى وينحي حتى اكل الرعشه وال تبدا ماكش حاجه في الاعصاب فوالا. معناها اللي سالك فلوس تتذكر. والوصفه اللي عطيتها المره اللي فاتت اللي قرصان الوضنين هذيك راهي تنحي الوجيعه وتنحي الدوخه. ديجا جربتها جربتها ولا حبيبه واحده فيما اللي ودنها طويله اصيل ولا هي اللي قد طويله ولا قصيره الكل طولتها بالجبدان. احنا نخرجوا ببليسيتي ونرجعوا.